سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير بخير وعلى خير وعواش مبروكه البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هكا واحد المملحات اللي تيجيو رائعين. غادي نحتاجوا الماء البنات هكا في العجين 250 غرام تاع الطحين الابيض، غادي نحتاجوا قرصه تاع الملح، ربع كاس تاع الزيت، بيضه، جوج معالق تاع الزبده، شويه تاع بودره البصله وشويه تاع بودره الثوم، والماء بارد هكا باش غادي نجمعوا العجين الا احتاجنا ليه من طبيعه الحال. وندوز دابا للطريقه. ندوز دابا للطريقه البنات، غادي نحتاجوا الملحه، غادي نضيفوا الملح على الطحين، غادي نضيف الزيت، غادي نضيف الزبده، وغادي نضيف شويه نتاع بودره نتاع الثوم باش تيجونا هاد المملحات هادو العجين تاعهم منكه البنات وزوين. تنتمنى كتجربوه، تيجي الصراحه تيجي بنين. شويه تاع بودره البصله، وغادي نبسبسو هاد المقادير هادو مزيان، وغادي نزيد شويه نتاع البودره نتاع الكروفيت صافي. وغادي نبسبسو هاد الخليط هذا مزيان البنات هكا بطرف نتاع صبعنا حتى تدخل لينا هاد الزبده والزيت في الطحين مزيان ويتلبس صافي. هو بعد ما بسبسنا الطحين مزيان بالزبده والزيت وبهذوك المقادير اللي ضفنا عليهم، غادي نضيف البيضه وغادي نبدا نجمع البنات بطرف نتاع صباعي، ما ندلكوش العجين باش يجينا هكا مرمل صافي بالطريفه نتاع صباعنا. الا تجمع لينا بهاد البيضه راه صافي، الا ما تجمعش غادي نضيفو هذاك شويه نتاع الماء بارد ونبقاو نجمعو، ما تندلكوش كي قلت لكم صافي. غادي نضيف انا الماء، ما تجمعش ليا بهذيك البيضه، غادي نضيف الماء شوي بشوي وانا تنجمع، غير تنجمعو كي قلت لكم ما تندلكوش هانتوما صافي حتى تيتجمع لنا هاد العجين هذا. وكي قلت لكم تيجي مرمل ورائع. وإلا كنت اول مره من طبيعه الحال تشوفوا القناه تاعي، ما تنساوش تشتركوا فيها الا عجبتكم من طبيعه الحال، وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو هكا مع الاهل والاحباب ديالكم البنات صافي. غادي نبقى بنفس الطريقه حتى يتجمع ليا، غادي نديرو في بلاستيكه ونخليه يرتاح وندوزو باش نكملو صافي. هو بعد ما جمعت العجينه البنات خليته ارتاح هكا في الثلاجه لمده واحد الساعه، خديت جزء من العجينه البنات وقطعته هكا بين جوج بلاستيكات وقطعته هكا بهذه القطعه المربعه. خديت هاد لي كورني هادو الصغار، ممكن تخدمو بالكبار، انا تعجبني الخدمه هكا بالصغار تيجيو زوينين في البلاطويات. تبقى لكم نتوما حريه الاختيار البنات الا بغيتو لي كورني كبار اولا صغار صافي. تناخد الكورني نتاعي وتبقى نلبس فيه هاد العجينه هذا وانا تنقاد هكا وانا تنجمع في نفس الوقت. غادي نقص من العجين صافي، وغادي نبدا نجمع، غادي نقص من العجينه من التحت وغادي نسد على هاد الشكل هذا. غادي نجي لهنايا غادي نصايب هاد العجين اللي قطعتها هكا بيديا، تنحاول نطرقو باش ينسجم مع العجينه الاخرى وما يبقاش يبان لينا. حنا تنطرقو وتنسدو وفي نفس الوقت تنصايبو الكورني تاعنا باش يجينا مقاد هكا صافي. هنايا هاد الخر نتاعو تناخدو وتنقطع هكا بالحواف نتاع الكورني اللي عندي على هاد الشكل هذا. ما تحاولوش ديروا العجين كبر من المول اللي عندكم تاع كورني، راه غيلصق البنات. تنديروه على الراس نتاعو اولا قلل منه شويه، الا كانوا كورنيات كبار من الاحسن للمبتدئه ديروه قلل منه شويه باش منين تبيو تسلتوه من الكورني دغيا يتسلت ليكم صافي. تنقادوه هكا. غادي ناخذ هنايا عندي البيض، غير بيضة عادية، وغادي ندهن الكورني اللي عندي على هاد الشكل هذا، غادي ندهنو كامل. وغادي ناخد حبوب البافو البنات، راه تيتباعو متواجدين ومتوفرين هكا وما دايرينش ثمن غالي صراحة. غادي ناخد وغادي نبدا ندردر هكا في حبوب البافو باش يلصقوا ليا على داك البيض اللي درت. شتو تيجي المنظر تاعو زوين صراحه. هانتوما ندورو
وغادي نعاود الرش صافي. وغادي ناخذ هاد لي كورني اللي عندي وغادي غادي نحطهم في شي لاطا هكا، غادي نحطهم في شي لاطا. بالنسبه للمبتدئات ما غاديش تدخلوهم ديريكت للفران، غادي تدخلوهم للفريغو واحد الساعه هكا تيشدو في ريوسهم عاد باش تدخلوهم للفران. عاد باش تدخلوهم للفران على هاد هكا يكونوا محطوطين على لوجه نتاع المول. غادي نوريكم الشكل الثاني باش غادي نزوقوا البلاطو اللي عندنا. غادي ناخذ هاد الشكل هذا اللي عجب بزاف نتاع البنات الصراحه، غادي نعاود نخدم لكم به. راه درتو في المملحات اللي كانوا بالجبن حتى هما اللي تيجيو رائعين. غادي نخلي لكم الرابط نتاعهم اسفل الفيديو. غادي ناخذهم وبزاف جاوني عليهم تساؤلات بزاف البنات ما عرفوش ليهم، تيقول لك واش تطيبيهم غير في المعلق. راه البنات فعلا راه تنطيبهم غير في هذه المعالق هادو، فقط غدهنوا المعلقه مزيان بالزبده. غادي تاخذوا العجين، يا اما غادي تاخذوا العجين وغادي تطلقوه هكا في بين جوج بلاستيكات، وغادي تجيبوا موس. غادي نحاول نوريكم بالموس. غادي تاخذوا موس وغادي تبداو تقطعوا على هذا الشكل هذا هكا، كبر من هذه المعلقه تحطوها باش تشدوا بها تقريبا، تشدوا بها بحال تشدوا بها العبار وتقطعوا كبر منها. ها نتوما غير هذه الخدمه تجيني انا تشد لي الصراحه. وتاخذوا العجين على هذا الشكل هذا وتتلبسوه المعلقه هكا، تتلبسوها وفي نفس الوقت تتقادوها هكا، تنقادو تنزولو هذاك الفائض من الجناب هانتوما. وهاد العجين كي قلت لكم راه تيجي من السم، تيجي رائع البنات هكا بهاد السمه اللي درنا ليه، تيجي زوين. وممكن تزيدو حتى شويه نتاع الحار. تنبدا نقطع وفي نفس الوقت تنقاد في المعلقه هانتوما. غادي نزول هاد الفائض هذا صافي، تنقاد ليها الجنيبات باش تجي متيح في هاد المعلقه هانتوما. غادي نعاود معكم وحده اخرى بالخدمه اللي تندير انا، تجيني ساهله الصراحه صافي. هذا هو الشكل نتاع، تنخليهم حتى هما يا اما حطوهم في المجمد. بالنسبه للمبتدئات حطوهم في المجمد احسن لكم. بالنسبه ليا انا تندخلهم ديريكت البنات هكا للفران صافي، تنخدمهم وتندخلهم للفران. غادي ناخذ هكا المعلقه تندهنها مزيان بالزبده وتناخذ العجين تاعي هكا، تنبدا تناخذ في العجين وانا تنلبس في هاد المعلقه هادي هانتوما. تتلبسها كامله عاد تنبدا تنزول في الفائض تاع الجناب. شتو تجي الخدمه تاعها ساهله هانتوما، تنزول في الفائض نتاع الجناب وتنعاود نقاد ليها الجنيبات نتاعها هكا باش يجيونا متيحفين حتى هي بنفس الطريقه باش قادينا هذيك الاولى. وتنقصوا العجينه هكا الا بانت لينا غليظه تنقصوه، وتنحاولوا نوزعوا العجين عليها باش ما تجيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه هكا. خدمتهم معكم البنات هكا بالتدقيق باش تعرفوا لهم مزيان، حيت كي قلت لكم جاوني عليهم تساؤلات كثيره صافي. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، تنقاد ليها الجنيبات نتاعها وكلشي، غادي ندخلهم للمجمد مده واحد الساعه وغادي نجبدوهم كي قلت لكم للمبتدئات. اما انا غادي ندخلهم ديريكت للفران وغادي نجبدوهم، غادي نشعلو عليهم بعدا من التحت حتى تبغو تحمرو على عافيه مهيله. انا تنشعل عليهم الصراحه من التحت ما تنشعلش الفوق، وتياخذوا اللون من التحت ومن الفوق، وغادي نخرجهم ونطلقوا ان شاء الله هكا مع الكريمات اللي غادي يجيو فوقهم. بالنسبه للتزيينه بدات المقادير تاع التزيين بعد ما بدا طيبت هاد المعلقات هادو وطيبت هاد الكورني هذا تيجي على هاد الشكل هذا، تيجي محمر الصراحه ورائع، وراه تيزول بسهوله هاد هاد المول هذا، هاد المول البنات هذا تاع كورني راه تيزول بسهوله نتوما كي شفتوا.
صافي تنزولوا اليوم مول نتاعهم هادو راه زولتهم تيجيو صراحة رائعين. هذا باقي فيه هانتوما وهادو درتهم على شكل نجيمات. الى عقلتو البنات راه واحد المملحات درناهم على شكل نجيمات بالكبده تيجيو حتى هما زوين. رجعوا شوفوا الفيديو اللي غتلقاو غادي نحطو لكم في اسفل الفيديو. هادو درتهم في هاد المعلقه غادي نقدمهم في هاد المعلقات. هادو صراحه تيجيو راقيين هكا و تيجيو شي حاجه بريستيج صراحه. غادي ناخذوا المقادير تاع الزين تاعهم كيف ما تشوفوا. عندنا هنايا الكريمه تقريبا عندي هنايا واحد 100 غرام تاع الكريمه غادي نضيف عليها 100 غرام تاع الجبن. 100 غرام تاع الكريمه وتنضيفوا عليها 100 غرام تاع الجبن. الا درتو 200 غرام تاع الكريمه غتضيفوا عليها 200 غرام تاع الجبن. غادي نزيدوا شويه تاع الملح. الملح على حسب الذوق تبقاو تطلعوا في الكريمه وانتم تذوقوا. غادي نضيفوا شويه نتاع بودره الثوم. البودره الثوم والبودره البصله الصراحه البنات تعطي واحد المذاق رائع في هاد المملحات هادو وفي هاد الكريمات تيجيو شي حاجه اللي زوينه. صافي غادي نطلعوا هاد الكريمه غادي نحطها جانبا حتى نخدمها باش نطلعها هي و الجبن خاصها تكون بارده هي والجبن. هنا يعني عندي في الحشوه عندي شويه تاع السيرومي مقطع رقيق، عندي شويه تاع السلمون المدخن مقطع رقيق، عندي شويه تاع السلمون المدخن اللي مقطع هكا شرائط، عندي هنا شويه تاع السيرومي اللي مقطع حتى هو هكا بحال هكا على شكل عصيات صغار، عندي هنا عريشات نتاع المعدنوس وغادي نحتاج للسودانيه. غادي ندوز بعدا نطلع الكريمه عاد باش نرجعو نكملو تزيينه البنات. صافي البنات تنبقاو تنضربو فيها حتى تطلع هكا صافي تتعقد هانتوما كي تتشوفو. صافي دابا راه واجده والصراحه كي قلت لكم هاد الكريمه هادي تجي رائعه للتزيينه هكا تاع تورته الملحه. ان شاء الله غنحط لكم بها بزاف نتاع الاقتراحات. دابا غادي ندوزو البنات للتزيين ان شاء الله. صافي غادي ناخذ الكريمه البنات بعد ما وجدات تنجيبها وتنحط فوق المعلقه تاعي تنحاول نقاد على هاد الشكل هذا. غادي نعاود معكم وحده اخرى تنحاولوا نقادوا رضا بهاد الكريمه هادي تاع الجبن. صافي غادي نجيب السلمون المدخن هكا واحد شويه غادي نحطو من الفوق على هاد الشكل هذا. غادي نجيب هنايا واحد شويه. ممكن تخدموا بالكروفيت البنات ممكن تخدموا بالطون اي حاجه موجوده عندكم ممكن تخدموا بها ماشي تبعوا داكشي باش خدمت انا هو باش تخدموا. غادي ناخذ عريشات نتاع المعدنوس هكا غادي نقطعهم وغادي نحط هنايا في الوسط غادي نحط عريش نتاع المعدنوس هكا غادي نحاول نحط عليه السلمون هنايا. صافي غادي نجيب شويه نتاع السودانيه وغادي نرش بهذا الشكل هذا باش تعطي داك اللون زوين هانتوما كي تشوفوا. غادي نستمر البنات هكا بنفس الطريقه حتى نسالي المعلقات اللي عندي كاملين. ندوزو دابا لهاد الشكل هذا اللي على شكل نجيمه تا هو بنفس الطريقه. تناخذوا الكريمه وتنبوشيوها بالبوش هكا. غادي ناخذ سيريمي وغادي نحط على هذا الشكل هذا وتيبقى تزين على حسب الاختيار نتاعكم. يعني غادي نرش بشويه نتاع البافو هكا ممكن ترشو بالحار او لي تزينو كيف ما بغيتو البنات. غادي ناخذ هادو اللي على شكل كورني غادي ناخذ شويه نتاع الحشوه. ممكن البنات تخلطوا الحشوه مع سميتو انا ما خلطتهاش داكشي باش غادي نحاول غير نوريكم. المهم غادي نرمي واحد شويه نتاع الحشوه تما
ممكن تخلطوها مع الكريمه غتجي افضل وغتجي زوينه احسن من هكا كي درت. المهم انا وريتكم وتيبقى لكم نتوما الاختيار. صافي وتنجيبو الكريمه على هذا الشكل. ممكن هنا تزينوه هكا بالسيريمي، ممكن تزينوه بالسلمون المدخن او لا الفرماج حمر محكوك، تيبقى تزين على حسب الاختيار تاعكم البنات. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي هذه الكميه اللي عندي ورجع ان شاء الله هكا باش تشوفوهم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع المملحات اللي قدمت لكم اليوم، تيجيو على هذا الشكل هذا. تنتمنى كاينه الاعجاب ديالكم البنات، انهم فعلا تيجيو رائعين هكا حتى طون فوق هادو اللي تتقدموا هكا فوقهم. تيبقى لكم نتوما الاختيار تقدموهم كيف بغيتو. هادو اللي صيدنا بالسلمون وهادو نتاع الجبن واللي عمرنا بالسيريمي والسلمون، زينتهم هكا بوريضات تاع الفرماج ساندويتش مقطع رقيق وتزين كي قلت لكم. تيبقى على حسب الاختيار تاعكم البنات، ولا عجبكم هاد الاقتراحات وتبغيو نزيدكم منهم ما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاج للفيديو، ولا تبغيو الوصفات العاديين البنات العاديين خليو ليا في التعليق وبالصحه والراحه.